احنا النهاردة في مشروع صك الخير، المشروع اللي اطلقته حياة كريمة من السنة اللي فاتت. احنا الموضوع ابتدى من اول ما اشترينا السقوف الاضحيه ودخلناها مزارعنا الحمد لله. الناس اللي اشترت السقوف الحمد لله، احنا اقل سقي في مصر تقريبا الحمد لله، واجود انواع اللحوم. الحمد لله احنا دي السنه الثانيه للمؤسسه ان هي تقوم بذبح الاضاحي في المجازر. احنا بنستلم الروس، بنبدا نعدها، نبدا ندخلها على مراحل معينه. اول مرحله بندخلها في الممرات، وبعد الممرات بندخلها على غرف الذبح. موجودين النهارده في مزرعه حياه كريمه احنا ومتطوعين محافظه الشرقيه عشان نساعد في تغليف وتعبئه اللحوم الخاصه باهالينا اللي هتوصل لهم لغايه البيوت. متطوعينا موجودين عشان يغلفوا ويعبوا اللحوم ونحطها كمان في ثلاجات التبريد، وبعد كده بنحملها على طول على العربيات اللي بتطلع على بيوت اهالينا المستفيدين على طول في محافظات جمهوريه مصر العربيه. الحقيقة إن احنا بدأنا مشروع صك الأضحية مع دائرة عيد الأضحى ومشاركة جميع قطاعات المؤسسة. حابب أذكر مشاركة القطاع الميداني لمؤسسة حياة كريمة. جميع شبابنا المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة شاركوا بداية من بعد صلاة العيد مباشرة في ذبح الأضحية وعملية التجفية والتعبئة والتغليف وتكييس أكياس اللحوم. بدأنا المشروع بالمراحل الخاصة بالتقطيف بقالنا عدة شهور. استهدفنا كميات محددة من العجول، عجول تكون بلدي. رعينا العجول كلها سواء في مراحل التربية والتغذية والتخصينات والأدوية. ابتدينا النهاردة في المراحل التنفيذية الخاصة بالمشروع. بدأنا الحمد لله بالذبح، بعد كده بيخش عندنا العجول لمرحلة التشميع. التشميع ده ان احنا بنبرد العجول عند درجة حرارة 4 سليزيوس. عندنا بعد كده مرحلة التشفية، بيتم تشفية اللحمة من كافة العظام اللي موجودة فيها، وعندنا مرحلة التعبئة وتوصل للأسر المستحقة في كافة محافظات الجمهورية. مهمتنا الأساسية كانت متابعة تنظيم سير عمل الأضاحي للمؤسسة والتأكد من ظهورها بمظهر لائق يليق بمؤسسة حياة كريمة. واليوم فعلا كان مشرف، وتم حضور عدد كبير جدا من الأهالي المشاركين بصكوك الأضاحي. النهاردة أنا اشتريت صك الأضحية من مؤسسة حياة كريمة، وبجد التجربة كانت جميلة جدا، سواء التنظيم، النظافة، كل حاجة شايفاها قدام عيني في التقطيع. بجد تجربة جميلة جدا، وبشكر كل المنظمين، وإن شاء الله السنة الجاية مع حياة كريمة. هي السنة التانية ليا على التوالي. السنة اللي فاتت طبعا كانت حاجة مشرفة جدا وجميلة جدا، ده اللي خلاني اشترك تاني السنة دي. والسنة دي كمان جيت وحضرت في أثناء الذبح في المزرعة، وكان يوم جميل أنا وولادي، وولادي اتبسطوا. أحب بس أشكر فريق حياة كريمة كله من متطوعين وقطاع ميداني وكل زمايلي اللي موجودين، اللي كلهم فضلوا إنهم يكونوا موجودين من أول يوم العيد في المزرعة يساعدوا عشان يطلع صكوك الخير. دايما حياة كريمة جنب كل مواطن مصري من إنسان لإنسان.